السلام عليكم طلاب، أشرح لكم اليوم المحاضرة الأولى بالكورس الثاني اللي هي عن الـ Principles of Convection. هذا هو اللي يتناول الفصل الخامس من كتاب هولمان. مثل ما أخذنا بالكورس الأول Conduction، بالفصل الأول لما عرفنا التايب طرق انتقال الحرارة، أخذنا Conduction والConvection والRadiation، هاي الأساسيات اللي تنتقل بها الحرارة. عرفنا الكوندكشن ينتقل خلال جسم الصلب، الجزيئات تكون ثابتة عن طريق حركة الإلكترونات من جزيئة إلى جزيئة، راح يصير انتقال الحرارة. زين، عندي الكونفكشن يحتاج إلى فلويد حتى تصير انتقال الحرارة من جسم الصلب إلى الفلويد. زين، إذا مادام أنا عندي فلويد، طبعا الفلويد قد يكون غاز أو قد يكون ليكويد. مدام عندي فلويد ومدام عندي انتقال حرارة، يعني شلون إلها دخل بالفلويد اللي دا ينقل الحرارة، إذا لازم أدرس البروبرتيز مالت الفلويد اللي يدخل في انتقال الحرارة. البروبرتيز اللي أقرأ أدرسها اللي هي لازم تدخل في هاي الاعتبار مالتي، الفيسكوسيتي، دايناميك فيسكوسيتي الميو، الثيرمال كوندكتيفيتي الكيو، الدنسيتي، كثافة الفلويد، السبيسيفيك هيت، ايضا السرعه، لازم هم سرعه الفلويد الى تاثير، قد تكون سرعه الفلويد قليله او تكون سريعه. طبعا هاي راح يختلف الكونفكشن اذا كان عندك الفلويد سرعته عاليه او كان يكون عندك قليله. ايضا طبيعه الجريان مالت الفلويد، هل هو توربولنت، هل هو لامينر، هم الى اعتبارات لازم بالكونفكشن اخذها. بالاضافه الى ذن الخصائص مالت الفلويد اللي لازم اعرفها، لازم عندي أعرف طبيعة الشكل اللي ينقل الحرارة إلى سطح الجسم الصلب، قد يكون الجيومتري مالته طبيعته، هل يكون أسطواني، هل يكون مسطح، هل يكون بكيرف. أيضا طبيعة السطح مالت هذا الجسم، قد يكون رفنس، قد يكون سموث، كل هاي الأمور لازم أني أخذها بالاعتبار لما أدرس الكونفكشن. ليش؟ لأنه إلي علاقة أني شنو انتقال الحرارة دا يكون بالسطح مالت الجسم الصلب إلى الفلويد. زين، عندي الـ مثل ما اخذناها احنا من الفصل الاول من كتابنا، انه الكونفكشن تعاملنا به عن طريق معادله نيوتن، نيوتن لو اللي كان نعرفها كيو كونفكشن كانت اتش تي سيرفيس ماينس تي امبيانت، اور كيو كونفكشن يساوي اتش اي سيرفيس تي سيرفيس ماينس تي امبيانت، هاي ريت اوف هيت ترانسفير. لما نقسمها على اي، لما نقسمها على اي كيو دوت على اي، تجي كيش، هاي يصير لك هيت فلكس وات على المتر تربيع، او هذه بالوات لما الاي ما موجوده. شوف هم لما تكون بدون سمول، لما يعني شنو مقسم على اي كابس، لما ما مقسم على اي، هاي الهيت ترانسفير رايت. عندي مثل ما عرفنا الاتش هو شنو كان كونفكشن اوف هيت ترانسفير كوفيشينت، الوحده مالته وات على المتر تربيع سنتيجريد، السيرفيس اريا بالمتر تربيع، تي سيرفيس هاي تمبشر اوف دي سيرفيس، وهاي تي امبيانت، هذول كلهم احنا نعرفهم، والوحدات لازم ننتبه لهم، لازم كلهم يكونون نفس الوحدات. اذا من هذا القانون نقدر نعرف انه الاتش هي ترانسفير كوفيشينت هو شنو، يعرف بشنو، ريت اوف هي ترانسفير، معدل انتقال من هاي، كانما اشوف هاي الاتش تساوي لك، لما طلع اتش تساوي لي مو كيو على اي سيرفيس دلتا تي. إذن هو rate of heat transfer between the solid surface and the fluid per unit surface area per unit temperature difference. الconvection heat transfer coefficient على طول السطح اللي يجري به، اللي ينتقل به الفلويد، يتغير من نقطة إلى نقطة. أقدر أطلع في كل نقطة، لما أطلع في كل نقطة راح أسميه local convection heat transfer coefficient. احنا لما اريد اطلع المين، فهو شنو الافرج اور مين، هو شنو معدل هذا اللوكال، اطلعه حسب ما احسبه. الافرج اور مين هو شنو ديتيرمايند باي افرج للدي لوكال كونفكشن هي ترانسفير كوفيشينت. عرفنا شنو اللوكال، اللوكال مثلا افرض انت عندك بليت طوله 10 سنتيم، طوله 10 سنتيم،
اجيت في نقطة 2 سنتين، في نقطة 4 سنتين، في نقطة 6 سنتين، طلعت ال H. ال H هنا اسميها local، لان بالثنين وبالاربعة وبالستة طلعتهم. اذا اريد الافرج، الافرج شنو معدل الثنين والاربعة والستة قسم على ثلاثة، راح يطلع الافرج. عرفنا شنو اللوكال وعرفت شنو الافرج. عندي بالكونفكشن هي ترانسفير، كونفكشن هي ترانسفير، عندي دايمنشنلس نمبر راح اتعامل وياه اللي هو النسلت نمبر. شنو الدايمنشنلس؟ احنا خدنا واحد من الدايمنشنلس بالكوندكشن لما تعاملنا مع البايوت، تعاملنا مع البايوت نمبر هو ايضا كان دايمنشنلس نمبر. الدايمنشنلس نمبر هو شنو؟ مجموعه variables يسهل لي الامر، انه بدل ما اتعامل ويا ال h واتعامل ويا ال l واتعامل ويا ال k على حده، جمعتهم كلهم dimensionless number، سموه النسلت نمبر اللي هو راح اشتغل بيه بالconvection. النسلت نمبر شو يساوي لك؟ h all critical all characteristic length على ال k. هذا ما اخذنا احنا هذا القانون قبل، هذا اخذناه لما تعامله بالconduction بالترانزينت. لما اخذنا البايوت، ايش كان البايوت؟ اتش ال على كي ايضا. شنو الفرق هنا؟ هناك الكي لما تتعامل بيه كان الكي مالت السوليد، الكي مالت السوليد، بينما هنا بالكونفكشن بالنصلت الكي راح يكون للفلويد، الكي للفلويد سواء للهواء للمي اي فلويد، زيت اي شيء انت موجود عندك، هذا الكي للفلويد. بينما كنا بالبايوت لما اخذناه الكي كان للجسم الصلد. الكي هنا دا اعرف لك انه الثيرمال كوندكتيفيتي والكاركترستيك لينث، طبعا هذا اذا عندك بليته طولها فهو هذا الطول مال البليت، اذا عندك بايب او اسطوانه الدي هو الكاركترستيك لينث. زين النسلت نمبر شلون طلع لي هذا قانونه؟ اتش ال كريتيكال على كي، كاركترستيك لينث على كي. زين احنا انتقال الحرارة تذكرون اخذنا سؤال بالفصل الكوندكشن لما كان عندي ليارات زجاج، طبقتين زجاج وداخلهم كان هواء، هذا اللي دارس ومتابع وياي يتذكر، داخلهم كان هواء، الهواء بداخل الزجاج منطقة الهواء اعتبرناها كوندكشن. ليش اعتبرناها كوندكشن؟ قلت لكم وقتها لأنه الهواء ساكن كان. إذا عندك منطقة الفلويد بيها ساكن، ممكن أعتبر الانتقال الحرارة بيها راح يكون بالكوندكشن. مثل ما أقول الكونفكشن يحتاج إلى حركة للفلويد ولو بسيطة. نيجي من هذا المبدأ خلنا نعرف شلون اشتقينا النسلت نمبر. افرض انه عندك فلويد، فلويد بين تو لايرز، هاي الاولى وهاي الثانية، درجة الحرارة مالتهم مختلفة، دلتا تي هي تي تو ماينس تي ون. هيت ترانسفير ريت بالكونفكشن اتش اي مو دلتا تي سيرفس ناقص تي امبيانت، هذي كيو كونفكشن، هاي قسمت على اي صارت هيك. الكوندكشن شو يساوي لك؟ اذا كان هذا الفلويد ساكن K اي دلتا تي على ال، هاي همين على اي صارت لك سمول، اقسم وحده على ثانيه كيو كونفكشن على كيو كوندكشن، اتش اي دلتا تي على K دلتا تي على ال، تنتج لك اتش ال على K اللي هو شنو؟ اللي هو النسلت نمبر، اللي هو النسلت نمبر. زين عندي الفلويد الى تصنيفات، يعني انا مو اقول الفلويد طبيعة الجريان مالتهم تختلف، الها تصنيفات. راح نجي ناخذ تصنيفات الفلويد فلو، جريان الفلويد. عندي تصنيفات هواية، راح ناخذ لكم فقط اللي احنا هسه تهتم بانتقال الحرارة بالكونفكشن. عندي الفيسكوس فيرس الفيسكوس فلويد. لو عندك طبقتين مالتي فلويد، افرض انه احنا هذا الفلويد مثلا، افرض انه عندي مي دا يجري، تخيل انه انت هذا الفلويد مكون من طبقات، طبقة فوق طبقة.
اكو فريكشن فورس، قوة احتكاك بين طبقات هاي الفلويد. هاي القوة الاحتكاك اللي بيناتهم هي شنو؟ هي الفيسكوسيتي، هي الفيسكوسيتي اللي زوجة مالت الفلويد هاي انتم ماخذيها من الثاني. هاي الانترنال ريزيستنس هي الفيسكوسيتي. طبعا احنا هاي الفلويد الحقيقي كله مالتنا هو فيسكوس فلويد. زين، عندي انفست فلو لما ما تكون عندي فيسكوسيتي، هاي وين تكون؟ هاي تكون بالفلويد الغير حقيقي، فلويد النون ريال. احنا الفلويد الريال مالتنا هو شنو؟ فيسكوس فلو. هذا شوف، there is no fluid with zero viscosity. There is no fluid with zero viscosity. الفريكشن اللي يصير بين اللايرز مالت الفلويد هي بتأثير اللزوجة، فيسموها فيسكوس فلو. إذا كان الفيسكوسيتي مالتي صفر وهذا مو حقيقي، هذا كلها ياخذوها بالأشعة الريال، فالفلو يسموه انفست فلو. طبعا إلها الفيسكوس فلو يختلف عن الانفست فلو بالقوانين مالته، تختلف الاعتبار لما مثلا نشتغل عليها غير شغل. احنا كل شغلنا راح نشتغله بالفيسكوس فلو. اكو فلو مرات شو يصير عندك internal or external flow، شنو معناه؟ يعني هاي كلها دا اعطيك تصنيفات الجريان، viscous or inviscous، internal or external. internal flow، انت مثلا عندك بايب يدخل بيه اسطوانة يدخل بيها المي بالداخل، هذا الفلو شو يسميه؟ هذا يسميه internal. عندك مثلا سطح بليت يجري عليه هواء او يجري عليه مي، هذا شو يسميه؟ هذا يسميه external flow. ممكن البايب اسطوانة تكون solid، اسطوانة solid ما مجوفة يدخل عليها جريان، هذا همين راح يصير external flow. فهذولا كلهم هذولا يدخلون بتصنيفات انواع الفلو، الانترنال والاكسترنال فلو. عندي نوع اخر من التصنيفات هو الكومبرسبل اور انكومبرسبل فلو، الجريان المضغوط او الغير مضغوط. اذا عندك الدنسيتي مالت الليكويد تبقى ثابته، يعتبر الجريان incompressible. إذا تغيرت الكثافة عندك، إذا تغيرت الكثافة فراح أسميه الجريان compressible. مثال على ال incompressible flow هو جريان المي، والcompressible flow هو الهواء بالغازات. هذا هو التصنيفات التصنيف الآخر للفلو، compressible or incompressible. قلنا الانكومبرسبل اللي الدنسيتي مالته تبقى ثابتة، الكومبرسبل الدنسيتي مالته تتغير، الكومبرسبل للغازات، الانكومبرسبل هو للليكويد. هذا شيء بسيط عن كل فلو، بسيط ابسط شيء دا اعطيك اياه. عندي بعد النوع اخر للجريان اللي يصنف لامينار اور تربلنت، لامينار اور تربلنت. اللامينار فلو انتم ماخذيها بالفلويد بالثاني، اللامينار لما الفلويد حركته تكون على شكل طبقات هادئة، طبقة فوق طبقة. التربلنت لما تكون شنو؟ عشوائية في حركة الفلويد، تدخل لك دوامات، تدخل لك فلكتويشن بال 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 بالفلو، هذا يسمى الفلو تربلنت. طبعا احنا هسه لما تجون ان شاء الله يتقدمون بالكونفكشن، عندي قوانين لما تدخل بالقوانين، هل انه الجريان لامينار يختلف عن التوربلنت، قوانين اللامينار تختلف عن قوانين التوربلنت بالنصلت نمبر. عندي فيلوسيتي باوندري لاير، لاحظ هذا الشكل. افرض عندك بليت، عندي جريان فلو على هذا البليت،
دائما بالبليت نفرض السرعة للطبقة الملاصقة الماسة للبليت، طبقة الفلويد طبعا تكون صفر. هاي يسموها velocity boundary layer. هاي velocity boundary layer. عندي هنا تجيك، افرض انه السرعة v، السرعة v كل الفلويد اللي مست اللي سلطت على اليمن على هذا البليت، راح يكون عندك تغير بالجريان طبعا، ماخذي هذا من اللامينر الى ترانزيشن الى التوربلنت. هسه انا شنو دا اريد اعرف؟ اريد اعرف الباوندري لاير شنو. هذه هنا أنا. هاي يسموها من البداية يسموها ليدنج ايج، ليدنج ايج. عندك اول طبقة راح تكون سرعتها صفر، اول طبقة من الفلويد، احنا مو قلنا الفلويد راح يتحرك بطبقات، اول طبقة من الفلويد راح تكون سرعتها صفر. ها الطبقة ايش راح تحاول؟ راح تحاول تعيق الطبقة اللي اعلى منها، تعيق الطبقة اللي اعلى منها. الطبقة هاي ايش راح تعيق؟ تعيق الطبقة اللي اعلى منها الثانية، بالتتابع الى ان نوصل الى انه السرعة النهائية شو تساوي لي؟ السرعة مال الفري ستريم. اذا هذا شو يسموه؟ هذا velocity boundary layer، هاي البروفايل مالته. لاحظ باللامينر velocity profile يختلف عن التربلنت. لاحظ التربلنت شلون تكون انها الدوامات. هاي المنطقة من السرعة تكون صفر الى ان السرعة تكون مساوية للفري ستريم اللي هي اليو امبيانت، سرعة الفلويد. هاي يسموها شنو؟ يسموها الدلتا. هاي يسموها الدلتا. هاي نفس الشيء عفوا، من المنطقة المسافة العمودية من المنطقة اللي السرعة تكون بها صفر الى السرعة اللي تساوي بها اليو امبيانت او 0.99 من اليو امبيانت راح تكون اسمها الباوندري لاير ثيكنس، الباوندري لاير ثيكنس. ايضا هنا لو تعرف الباوندري لاير شنو هي؟ الباوندري لاير هي اللي هنا، لانه هاي السرعة ساوت السرعة الفري ستريم. اذا عندي فري ستريم فيلوسيتي هي اليو امبيانت، اليونيفورم فيلوسيتي هي السرعة اللي سلطت بها الفلويد اللي كانت في. عندي الدلتا عرفتها، هي المسافة العمودية من السرعة تساوي صفر الى السرعة تساوي 0.99 من الفري ستريم فيلوسيتي. هاي يسموها الدلتا. ها هي الدلتا من الواي تساوي صفر. احنا طبعا الواي لما نقيسها عمودية على الجريان، ها هي الواي، هاي نقيسها عمودية على الجريان. من الواي تساوي صفر الى الواي تساوي 0.99 من اليو امبيانت. هذه هي الباوندري لاير ثيكنس، هذه هي الباوندري لاير ثيكنس. عندك انت هنا الفيلوسيتي بروفايل لللامينار يختلف عن الفيلوسيتي بروفايل للتربلنت. ده شوفه هذا هنا بارابوليك فيلوسيتي بروفايل، هذا هنا بالقريب بالجزء الاسفل منها اكو خط تقريبا لينير، وطبقه هي شنو؟ لامينار سب لاير. هاي لما تتقدمون انتم تختصون بالفلويد لما تدرسوها ان شاء الله تعرفوهن ذني شلون. انا استعرضهن لك واشياءات اللي انت لازم تعرفهن في دراستنا للهيت. لاحظ هذا الفيلوسيتي بروفايل، هذا كأنه ما كبر لك اياه من هناك. لاحظ هاي الفي لما وصلنا الى 0.99 من الفي اللي هي شنو؟ يو امبيانت، صارت لك عندك شنو هنا؟ هاي الثيكنس اوف باوندري لاير اللي هي الدلتا. شوف السرعه ات ذا سيرفيس دائما شو تكون؟ تكون زيرو. السرعه ات ذا سيرفيس تكون زيرو. هذه هي thickness of boundary layer. لاحظ هاي the region of the flow above the plate bounded by delta.
and with the effect of the viscosity shearing force caused by a fluid viscosity are felt is called the velocity boundary layer. احنا قلنا هاي لما الطبقة الأولى تكون السرعة مالتها صفر، تحاول الطبقة تقلل من الطبقة اللي أعلى منها، تقللها شنو؟ عن طريق التأثير الفيسكوسيتي الموجود، الفريكشن فورس اللي يصير اللي هو نتيجة الفيسكوسيتي. هاي الطبقة الثانية راح تقلل من الطبقة الثالثة من سرعتها، تقلل من الطبقة الرابعة إلى أن يساوون مع طبقة يساوون مع سرعة الفلو المسلطة. هاي الباوندري لاير ثيكنس دلتا defined as the distance y from the surface at which u تساوي 0.99 u ambient. زين عندي الشير surface stress. شير surface stress طبقة الفلويد اللي راح تكون بتماس مع سطح اللي راح تنتقل به الحرارة، راح يحول يتكون دراج فورس. دراج فورس هي قوة السحب على هذا البليت. مثلا عندك اتفد سائل دفعته على بليت، راح تتكون دراج فورس. هاي راح تنتج تنتج لك الفريكشن فورس. الفريكشن فورس اللي هو قوة الاحتكاك الناتج بين هذا البليت وبين السطح راح يولد لك شير ستريس. الشير ستريس القانون مالته هو تاو يساوي ميو بارشيال يو بارشيال واي. هاي انتو همين خدتوها بالثانية ان شاء الله العام. كل واحدة من ذول الميو هي شنو الديناميك فيسكوسيتي الوحدة مالتها كيلوغرام بير متر سكند او نيوتن سكند على متر تربيع. واي فلويد تنطبق عليه قانون التاو هو يعتبر نيوتونيان فلويد، يعتبر نيوتونيان فلويد. من ضمنهم الهواء والمي، بينما عندك الدم والسوائل البلاستيك ما يعتبرون ما ينطبق عليهم قانون الشير ستريكس لأنه لذلك فهما نون نيوتونيان فلويد. عندي مثل ما عرفت بالفيسكوسيتي عندي دايناميك فيسكوسيتي، عندي نوع آخر هو الكينماتيك فيسكوسيتي. ذاك ميو دايناميك فيسكوسيتي، الكينماتيك فيسكوسيتي هو هاي نيو. هذا شو يساوي لي؟ هاي يساوي لي ميو على رو. ايضا هاي خاصية من خصائص الفلويد، يساوي لي اللي ميو على رو. الكينماتيك فيسكوسيتي ميو على رو. الوحدة مالتها متر تربيع بير سكند. الوحدة مالتها الكينماتيك فيسكوسيتي والديناميك فيسكوسيتي الوحدة مالتهم متر تربيع بير سكند. طبعا اقرأ هاي the viscosity of fluid is measure of its resistance to flow. لزوجة الفلويد هي مقياس لشنو؟ لي resistance of flow. هسه افرض انه كل ما كان زادت اللزوجة مالت الفلويد كان الفلو مالته اصعب، وهي الها شنو المقياس الفيسكوسيتي تتأثر كثيرا بدرجة الحرارة. تتأثر الفيسكوسيتي لدرجة الحرارة. الفيسكوسيتي نعيد مرة ثانية، viscosity of fluid is a measure of its resistance to flow، مقياس إلى مقاومة الجريان. الفيسكوسيتي تتأثر كثيرا بدرجة الحرارة. viscosity للليكويد للسائل تقل بارتفاع درجة الحرارة. viscosity للسائل تقل بارتفاع درجة الحرارة، بينما الفيسكوسيتي للغاز تزداد بارتفاع درجة الحرارة. هذا أريد منكم تفسروا لي ليش، هذا أريد منكم تفسير.
عندي الثيرمال باوندري لاير، مو عرفت لكم بالبدايه الفيلوسيتي باوندري لاير، هذا لما مثال هذا يسموه شنو؟ فيلوسيتي باوندري لاير، فيلوسيتي باوندري لاير. ايضا عندي شنو؟ عندي ثيرمال باوندري لاير، هاي مو كان اسمها الهمين الدلتا ثيكنس اوف باوندري لاير. عندي هنا شنو ايضا؟ عندي ثيكنس ايضا المن للثيرمال باوندري لاير، لاحظ هنا يصير عندك بيها دلتا تي. اجي الى ثيرمال باوندري لاير هو شنو؟ اجي الى ثيرمال باوندري لاير، عرفنا الفيلوسيتي باوندري لاير تبدي من نقطة مسافة عمودية للواي، من النقطة اللي تكون بيها السرعة تساوي صفر الى السرعة شو تساوي بيها؟ 0.99 من اليو امبيانت، هذا الفيلوسيتي باوندري لاير. عندي نفس هاي مشابهة لها ثيرمال باوندري لاير. ثيرمال باوندري لاير تنتج منين؟ من الفرق بدرجات الحرارة بين السطح وبين التي امبيانت، فهي the flow region over the surface، منطقة الجريان فوق السطح. And with the temperature variation in the direction normal to the surface is significant in the thermal boundary layer. همين تغير درجة الحرارة من باتجاه العمودي للجريان من السطح إلى التي أمبيانت. همين عندي شنو بعد؟ همين عندي thermal boundary layer thickness، هذا thermal boundary layer thickness is the distance from the surface at which the temperature difference T minus T surface equals 0.99 T ambient minus T surface. هذا thermal boundary layer. إلى وين يصير؟ إلى النقطة اللي يكون بيها الفرق بدرجات الحرارة يساوي 0.99 T ambient minus T surface. هاي thermal boundary layer. طبعا دول كلها لها قوانين، ان شاء الله لما نتقدم بالمحاضرة اعطيكم قانون. عندك ايضا بالكونفكشن دايمنشن القانون اخر اللي هو دايمنشن لس باراميتر ثاني راح ناخذه هو البرانتل نمبر. برانتل نمبر يدخل لك بالقوانين مالت الكونفكشن. برانتل نمبر يساوي لي نيو على الفا، molecular diffusivity of momentum على molecular diffusivity of heat، view عفوا نيو على الفا اللي هو ميو سي بي على كي، هالقانون هم يتحفظه البرانتل. طبعا احنا للهواء البرانتل نمبر دائما القانون ثابت نعرفه هو 0.7، قيمته عفوا 0.7. طبعا هذا البرانتل الفيسكوسيتي الميو عفوا النيو دايناميك فيسكوسيتي كلهم هذولا موجودين بتايبلز، انت مثلا راح تعطيك خصائص تطلع خصائص الفلويد تطلع منها كلهم دول. عندي الجريان هم عرفنا انه يصنف الى انه لامينار او تربلنت، مثل ما ماخذي انتو بالثاني لامينار او تربلنت. نعرف احنا اول ما يجيني هاي المنطقة هاي على فلو على سطح بليت، الطبقة لما تكون لامينار تكون حركة المائع بيها بطبقات وبهدوء. عندي دائما يصير عندي منطقة ترانزيشن بالفلو، عندي منطقة ترانزيشن إلى أن ينتقل إلى التربلنت، إلى أن ينتقل إلى التربلنت اللي يكون بيها الطبقات تتحرك بعنف ومو باتجاه متوازي، هذه هو التربلنت. زين احنا عندنا مقياس ايضا dimensionless number يحدد لي انا باي region، هل دا اشتغل بالريجن اللي هي اللامينار، هل اشتغل بالترانزيشن، او اشتغل بالتربلنت. وطبعا هذا يختلف اذا كان جريان عندك على سطح بليت او اذا كان عندك جريان في انابيب مختلف. الانتقال من ترانزيشن الى التربلنت بالفلو about over flat plate، يعني شو وقت اقول اني اذا دا اشتغل بالتربلنت؟ لما تكون قيمة رو يو اكس على ميو اكبر من 5 × 10^5 او يو امبيانت، هاي طبعا هاي سرعة في الاكس على نيو
أكبر من 5 في 10 على 5. الأكس هو شنو طول البليت؟ الأكس طول البليت من الليدنج ايج، هاي هي الليدنج ايج. زين، احنا هذا المق... هذا عفوا هذا القيمة اللي هي في اليو امبيان في الاكس عين يو، هي منو هاي؟ واللي نفسه هو هذا منو؟ هذا هو رينولد نمبر. فاذا المقياس اللي اعرف به انه الجريان مالتي لامينر او توربيلنت او يعني منطقة الترانزيشن هو شنو؟ الرينولد نمبر. الرينولد نمبر ايضا هذا انتم ماخذيه بالثاني، رينولد وانواع الجريان همين ماخذيها بالثاني. لاحظ مثل ما قلت لكم هنا البروفايل مال فيلوسيتي هنا هو بارابوليك باللامينر، بينما بالتوربيلنت لا، يكون هنا عندك تقريبا مع السطح لينير اللي هي هنا ايش راح يكون بها اللامينر سبلاير، وهنا الى ان يدخل لك الى هذا الشكل يصير يختلف عن الفيلوسيتي بروفايل باللامينر. هذا if the flow is laminar a parabolic velocity profile is expressed shown in fig A وإلا راح يكون لي turbulent. عندي بالأنابيب بالتيوب الرينولد نمبر اللي أقيس عليه المقياس اللي إلى اللي هو اللي قبله لامينار واللي بعده هو turbulent هو 2300. 2300 أكبر من 2300 راح أعتبر الجريان في الأنابيب turbulent، أقل من عدها فأعتبره لامينار. بالسطوح المقياس 5 في 10 أس 5، أكبر من عدها توربيلنت، أقل من عدها لامينار. هذا إذا كان في المقياس معرفة نوع الجريان في الأنابيب، لازم أكبر من 2300 لازم أعتبره توربيلنت. طبعا هنا لما أخذ أنبوب هنا عوضت عني الاكس، اكس بالبليت كان طولها من الليدنج ايج هنا، بينما شنو هنا بدي اخذ القطر مالت الانبوب. الاحظ هذا الجريان، هذا الجريان يمثل لك الجريان في الانابيب. لاحظ بالانبوب هنا هاي منطقة الانترنس لينكث، انترنس لينكث هاي كلها محسوبة تنحسب هاي المنطقة اللي يعني بدي يصير بيها الفلو فولي ديفلوبت. فولي ديفلوبت معناها شنو؟ انه يملي يملي ال يعني يملي الجريان مالي لهذا الانبوب، يعني ما اكو فراغ فولي ديفلوبت. راح لاحظ شوف الباوندري لاير شلون تتحرك هنا، شلون تتحرك هاي الباوندري لاير، هاي كلها الباوندري. طبعا الباوندري لاير هي من معيقات الجريان، البحوث وال التجارب تحاول انه تقلل من هاي الباوندري لاير، لان هاي بيها خسائر الباوندري لاير بالنسبه للجريان لما نحسب. هذا ما تتقدمون ان شاء الله تعرفوها مني. عندي هذا بالتوربيلنت، لاحظ هاي اللامينار سب لاير نفس ما شفناها بالفلو اوفر بليت، همين هاي اللامينار سب لاير هاي خط مستقيم من هذا، وايضا هنا هم الفيلوسيتي يصير صفر، وهنا البروفايل مال السرعه شلون يصير، هاي عندك لما راح يصير بال التربلنت. هذا هنا يمثل لك اللامينار. عندي من القوانين المهمة لما استخدمها بالجريان اثناء خلال الانابيب هي قانون الام دوت كونتينيوتي، ام دوت رو يومين في الاريا، رو ام دوت رو يومين في الاريا، رو في اي نفسها. عندك مصطلح هو الماس فيلوسيتي، ماس فيلوسيتي نرمز له جي، شي يساوي لي ام دوت على اي. هذين كل هالقوانين انا يعني لازم انت تحفظهن، حاطه لك اياهم المستطيل كلهم لازم تحفظهم. الجي هي ام دوت على اي، جي ام دوت على اي، لما اقسم هالام دوت على اي يطلع لي رو يومين، رو يومين. ممكن رينولد نمبر اعوض بيه بدال هذول بهاي رينولد جي دي على ميو، رينولد جي دي على ميو. انتهت المحاضرة اليوم، اشكركم لحسن الاستماع.